ما أشرتم إليه من وجود التحديات. إحنا دائما نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهذه لا شك مبادرة كبيرة جدا ولها تحديات وستمر بالكثير من الصعوبات، لا أحد ينكر ذلك، لكن نحن عازمون بحول الله وقوته وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله جميعا أن تنفذ هذه المبادرة وأن تنفذ لتحقيق أهدافها، أن تنفذ بتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيق الاستدامة الموارد كلها. سنعتمد على تقنيات حديثة، سنعتمد على الاستفادة من كل مواردنا المائية، لن تكون الموارد الغير متجددة إحداها. سنتبادل خبرات مع دول العالم فيما يخص مثل هذه المبادرات وهذه المشاريع. جزء من هذه الأشجار ستكون أشجار ذات زي أشجار المانغروف، ممكن زراعتها في البحار أو على السواحل أو في السبخات الملحية. المملكة العربية السعودية تاريخيا كانت تحتضن الكثير من هذه الأشجار وخسرناها في العشرات السنين الماضية. عندنا ما يكفي من المعرفة وما يكفي من الثقة إن شاء الله أن هذه المبادرة على الرغم من ما فيها متحديات إلا أنها ممكنة. نحن بدأنا دراسة حاليا، دراسة علمية مع بيوت خبرة عالمية لتكون بالنسبة لنا عامل مساعد، وأين وكيف ونوعية هذه الأشجار التي سوف تزرع. 10 مليارات شجرة ورقم كبير ورقم ضخم، استراتيجية وتوزيع ذلك على مدار السنوات القادمة كيف سيكون؟ يعني حتى نعطي انطباع للمشاهد، يعني كيف ستتم هذه العملية؟ أعتقد الانطباع ممكن أن يؤخذ من الآن، منذ أن أعلنت هذه المبادرة إلى الآن حددنا 452 مليون شجرة، وهذه محددة بالمكان وبالمبادرة ومن الجهة التي سوف تقوم بها وكيف ستقوم بها. فنحن لم نعد أن نزرع هذه 10 مليار شجرة في يوم وليلة، ولكن هذا هو منهج جديد بالنسبة لنا. سنستمر في تقييم هذه المبادرات وأن نأتي بمشاريع تنفيذية لتحقيق هذه المبادرة. اليوم أكملنا 452 اللي تشكل تقريباً 5% من تلك المبادرة في أشهر. أكملنا الدراسات اللي لها وتحديد مواقعها. أنا أعتقد لا شك أنه تحدي، لا شك أنه تحدي كبير وهدف جريء جدا، لكن الثقة موجودة إن شاء الله أنه سينفذ. طيب، العالم اليوم حينما يشاهد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم والتي قادت ثورة النفط خلال على مدار العقود والسنوات الماضية، ويرى اليوم السعودية هي التي تبادر أيضا بالاقتصاد الأخضر وهذا التحول ناحية الطاقة النظيفة والتحول إلى التشجير والمساحات الخضراء والاقتصاد الأخضر بشكل عام. يعني كيف يمكن أن نربط الأمرين ببعض، الاستمرار ككونها أكبر منتج للنفط في العالم وفي نفس الوقت المبادرة من الجانب الآخر ومحاولة الحفاظ على الاستدامة؟ أنا أعتقد الإجابة سهلة وبسيطة جدا. نحن في المملكة العربية السعودية نقول دائما أن هناك بالإمكان أن تستمر التنمية الاقتصادية المستدامة مع المحافظة على البيئة. هو ليس خيار هذا أو ذاك، بالإمكان أن ننمي اقتصاديا وأن نحافظ على البيئة، وهناك بدائل وخيارات مستمرة.